اللاعبين ان شاء الله راح يكونوا في المباراة يعني جاهزين يجهزون ان شاء الله للمباراة السعودية. اللاعبين بهم كل الخير والبركة ان شاء الله، اللاعبين اللي دعموا المنتخب وانا واحد من عندهم، راح نقدم كل ما عندنا خاطر يعني زمنا مكان المنتخب. اليوم المباراة تعني الكثير للكادر التدريبي، مباراة ودية استعداد المنتخب السعودي، ان شاء الله نقدم شيء يرضى الكادر والعراق، ان شاء الله التوفيق للجميع. راح يكون متواجد في المنتخب السعودي يوم 28 في البصرة الحبيبة، بصرة الخير والعطاء، ان شاء الله من المنتخب السعودي نجري المباراة معه في البصرة، راح يكون يرفع الحظر كليا وليس جزئيا. يعني احنا استعداداتنا مثل ما تعرف، احنا دعينا 22 لاعب استعداد المباراة السعودية، واحنا استراتيجيتنا ندعي اللاعب اللي يعني بمواصفات ان يكون معنا للفترة المقبلة. عندنا 14 لاعب الان موجودين معنا، عندنا وحدة تدريبية او مباراة تدريبية الساعة الاولى، يعني احنا نتدرب مشتركة مع فريق نفط الجنوب الساعة الأولى لكل مدرب منهاجة، الساعة الثانية 50 دقيقة نلعب مباراة معهم شوط واحد فقط، حقيقة مباراة ودية أو خلينا نقول تدريبية، والعشر دقائق الأخيرة تمارين أرضية ونكتفي بمنهاجنا لهذا اليوم، على أمل غدا إن شاء الله نفس الوحدة التدريبية ستكون مشتركة مع فريق الميناء، الساعة الأولى نفس الشيء لكل مدرب منهاجة، والساعة الثانية 50 دقيقة تكون يعني مباراة مع الميناء، وبالتالي نوصل إلى الجاهزية المطلوبة اللي نظهر من خلالها مع المنتخب السعودي بشكل لائق.